مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا، وما زلنا مع الأزمات المتتالية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، وأهمها طبعا هي الأزمة الأثيوبية. فقد خاطب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عددا من دول الإقليم بجانب بعض الأطراف الدولية الفاعلة تمهيدا لإطلاق مبادرته للسلام بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية الأثيوبية. كما استقبل السودان وفدا إريتريا الأسبوع الماضي يحمل رسالة من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. أما أثيوبيا فقد ذكر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد السيدة بلين مسيوم أن العلاقة مع السودان تمر بمرحلة صعبة بعض الشيء نسبة لتآكل مستوى الثقة مع بعض القادة على حسب تعبيرها، مما يعني تحفظا على المبادرة. إذن ما هو موقف أطراف النزاع في شمال أثيوبيا بما فيها إريتريا من المبادرة السودانية؟ وهل ستعزز الرغبة الدولية للسلام في أثيوبيا من نجاح المبادرة؟ أم قضايا الخلاف بين الدولتين ستقف حجر عثرة أمامها؟ للمزيد معي من أديس أبابا الأستاذ نور الدين عبدة محرر موقع نالتوك بوست، ومن الخرطوم الأستاذ معاوية عبد الرازق محرر في شبكة القرن الأفريقي للإعلام، فمرحبا بكم وبهم. طيب نور الدين، لعلي أبتدئ معك. يعني السيدة بلين سيوم تحفظت على هذه المبادرة وذكرت بأن العلاقة بين السودان وأثيوبيا تمر بمرحلة صعبة هذه الأيام، أين هي نقاط التحفظ الرئيسية على مبادرة رئيس الوزراء حمدوك؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام أو لضيفك الكريم من الخرطوم. في الحقيقة تحفظ أثيوبيا على مبادرة السودان على الأقل من خلال قراءة تصريحات الصحفية أو السكرتيرة الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء يأتي من باب أن العلاقات بين البلدين يعني تعاني من عدة يعني مشاكل في هذه المرحلة. أولها موضوع سد النهضة، وثانيا يعني موضوع يعني إشكالية على الأقل حسب نظرة أثيوبيا إشكالية تعدد مراكز السلطة في السودان. أثيوبيا تشعر أيضا يعني من ناحية أخرى أن هناك نوع من الترحيب بجبهة تحرير شعب تيغراي في السودان، وأنها تتخذ من تلك المنطقة على الأقل منطلقا شعبيا، وإن كان أيضا يعني هناك أطراف أثيوبية تشير إلى أن السودان أيضا بدأ يمثل لها منطلق عسكري. فصحيح أن متحدثة أو السكرتيرة الإعلامية لم تصرح بهذا مباشرة، لكن يعني هذا ما يتم تداوله بين النشطاء الأثيوبيين عموما. فلذلك يعني إضافة إلى موضوع النشطة يعني هي صرحت به بشكل واضح، وهو أن يعني في ظل وجود العسكري السوداني أو سيطرته فعليا على الأرض بالفشقة يبقى موقفه غير واضح. أيضا يعني أثيوبيا تشعر عموما، الحكومة الأثيوبية تشعر بنوع من الإحراج، يعني كيف أنها يمكن أن تقبل بدور السودان في 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 مثل موضوع يعني كبير مثل الأزمة التي تعيشها أثيوبيا، وفي نفس الوقت يعني تتهم السودان أنه يسيطر على جزء كبير من المناطق الحدودية المتنازع عليها والذي تعتبره أثيوبيا، وخاصة يعني أطراف مؤثرة داخل الحكومة الأثيوبية لا يمكن أن ترضى بهذا الدور للسودان، وبينما هو يعني يستولي على هذه المناطق التي تعتبر أثيوبيا جزءا من أراضيها. فلذلك يعني دور السودان عموما بالنسبة يعني من جانب أثيوبيا فيه نوع من عدم يعني المصداقية أو نوع من عدم أو نوع من التشكيك في مدى نجاحه. لكن السودان أيضا يبدو أنه لم يتحرك من فراغ، هناك اتصالات دولية، وربما هناك يعني قد يكون هذا الكلام نوع من التذكير، يعني أثيوبيا تريد أن تذكر المهتمين بوضع الأثيوبي أن السودان يعني هناك معوقات لتدخل السودان أو لتوسطه، ربما تريد أن توضح لهم يجب البحث عن طريقة أفضل، لأنه نلاحظ أن المتحدثة والسكرتيرة الصحفية لم تعترض على فكرة الوساطة أو فكرة المفاوضات مع الجبهة في حد ذاتها، بقدر ما كانت هي
مهتمة بمسألة الآلية أو الوساطة السودانية. لذلك أعتقد هو نوع من التنبيه أيضا على الصعوبة التي تواجهها الوساطة السودانية. طيب نور الدين، ابقى معي واسمح لي أن نشرك معنا أيضا معاوية في هذا الحوار. معاوية، يعني قبل الانتقال إلى طبيعة المبادرة السودانية، هل برأيك السودان يقف في موقف يسمح له بلعب دور الوسيط في الأزمة الأثيوبية مع كل العوائق التي ذكرها نور الدين، يعني على رأسها أزمة منطقة الفشقة وأيضا سد النهضة وموقف السودان من جبهة تحرير تيغراي؟ من تفصيل الأمر ورؤيته بالمنطلق الصحيح يجب أن نصنف ما بين رئيس الوزراء السوداني بالمنطلق أنه رئيس وزراء سوداني ومن منطلق أنه رئيس للدولة الحالية للتيغراي. المبادرة تم طرحها في صفة رئيس دولة رئيس الدولة الحالية للإيجاد، وتمت وساطة طرحت لعدد من الدول من ضمنها جيبوتي، كان في اتصالات بعدد من الدول منها جيبوتي جنوب السودان وبعض الدول الذين أمنوا على الفكرة وعلى المبادرة، ومنها طوالي أرسل رئيس الإريتري وفد في مشاريع رئيس الشؤون السياسية يمان جدراب ووزير الخارجية عثمان صالح. الرسالة السفرية تناولت العلاقات الصناعية المشتركة بين أسمرة والخرطوم بالإضافة لتطور الأوضاع بالتدريب خصوصا في سوريا. الرسالة لم تأتي احتضارا بل عقب تلك الاتصالات بشرع فيها الرئيس السوداني. الدعوة كانت لحشد الدعم الإسرائيلي ودعم الولاد للتوصل لحلول سلمية سياسية بسوريا. الهدف من ذلك ضمان الوحدة وتوافق الشعب الأسيري مع أولوية المخاطبة للغضايا الإنسانية. الواضح أن الرفض بسيط جدا من طلب أن السودان حاليا في دولة في نزاع مع أسيريا من جانب الهجوم من الجانب الثلاثي المنطقة السودان الأسيرية في الأمر سد النهضة، والنزاع السوداني الأسيري في حدود الفشل. طيب معاوية، إن سمحت لي معاوية سننتقل إلى هذه التفاصيل يعني بعد قليل، لكن السيدة بلين سيوم المتحدثة باسم الرئاسة الأثيوبية ذكرت بأن مستوى الثقة مع بعض القيادات السودانية هي متدنية ولا يعني يمكن المضي قدما في هذه المبادرة برأي عليه. برأيك هل السودان عدم الاستقرار السياسي الذي يشهده السودان أثر على قبول الأطراف لهذه المبادرة؟ من الواضح ان السودان حاليا فيه بعض التدرجات في التصريحات، والموقف الاتفاقي مع مصر جعل اثيوبيا تضع فيه علامه ان ما تنزل اي وساطه تقدر ان هو المسيره المتنازع مع اثيوبيا. حاليا هناك دعومات او دعم خارجي من الاتحاد الاوروبي من الاتحاد الافريقي تم تجهيز لمشاركه على اساس انه يدوم يدعم الحوار الاسلوبي ويكون في استقرار. من الواضح انه التصريحات الفاتت والتبعيد وصل لمرحله من الاحتلال جعل انه هو بعيد جدا عن الحكومه السودانيه والحكومه الاسلوبيه، وللاسف ما كان في ضبط تصريحات او ضبط اعلامي كان في مسؤول من اثيوبيا بسرعه في تبعيد بما في ذلك للمغالب اي مسؤول سوداني بسرعه في التبعيد. ما كان في حكمة التعامل مع الملف الأثيوبي جد سبب القلق أنه يكون في عدم ثقة من الطرفين. طيب ابقى معي معاوية، انتقل لنور الدين. نور الدين، برأيك هل موقف الحليف القوي لأبي أحمد المتمثل في إقليم الأمحرة والنخب الأمحرية من خاصة الشق العسكري في السودان هو المانع الأساسي لقبول هذه المبادرة، يعني بحيث أن الأمحرة هم المتضررين أكثر من التدخل العسكري في إقليم الفشقة في منطقة الفشقة؟ وعلى المستوى الرسمي صحيح، يعني قد يكون إقليم أمهرة هو الملاصق أو هي المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع السودان، هي جزء من إقليم أمهرة على الأقل من نورة أثيوبيا، لكن على المستوى الرسمي هو يعني هذه منطقة تعتبرها أثيوبيا جزء من الوحدة الأثيوبية ومن الأراضي الأثيوبية، ولكن يعني
لا اعتقد ان مشكله المبادره قد تكمن في طرف معين داخل اثيوبيا او طرف اخر مثلا داخل يعني تركيبه السلطه في السودان، وانما يعني اولا اشكاليه حصر المشكله الاثيوبيه ايضا الان في الوقت الحالي في النزاع يعني في الشمال فقط هو في حد ذاته في نوع من عدم يعني النظر للمسألة بشكل أكثر كلية. وأيضا يعني أعتقد أن مبادرة السودان ربما في جزء منها هي محاولة لاكتشاف المسارات، محاولة إفريقية نوعا ما، ومحاولة أيضا يعني من كون السودان رئيس منظمة الإيجاد. وفي نفس الوقت أيضا أنا أعتقد قد تكون هي نوع من بالونات الاختبار، يعني لأنه كما قلت يعني الآن التصور الموجود حتى في الداخل الأثيوبي وأيضا يعني الشركاء الإقليميين والدوليين أن المسألة لا تنحصر فقط يعني في حل النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تيغراي، بقدر ما هو يجب ان البحث عن حوار او يعني الوصول لصيغه لحوار وطني شامل يخلق نوع من ارضيه او توافق وطني داخل اثيوبيا لتتمكن العمليه السياسيه في اثيوبيا من استعاده زخمها والوصول يعني للخروج من البلد يعني من المشاكل السياسيه. لذلك يعني اعتقد هذه المبادره وغيرها من بعض التحركات هنا وهناك هي نوع من البالونات الاختبار، وايضا يعني لاختبار مدى يعني كون الظروف مهيئه لدخول الاطراف الى حوار شامل، لانه يعني ايضا مع هذه التحركات الموجوده من طرف السودان هناك تحركات اخرى موجوده ايضا كان على مستوى الداخل او على مستوى بعض الاطراف السياسيه التي لها حوارات مع بعض المجموعات في الدول الغربيه او في امريكا تحديدا. لذلك النظر في الموضوع بشكله الشامل اعتقد هو الذي يمكن ان يعطي صوره متكامله، ومبادره السودان هي جزء من هذه المحاولات التي تحاول تستشف يعني الطريق، وليس نوع من المبادرة المتكاملة الأركان التي يمكن أن يبنى عليها حل معين. طيب نور الدين، الوضع السياسي في أديس أبابا هو معقد لدرجة كبيرة، يعني لا يمكن حصره كما ذكرت أنت في الأزمة مع تيغراي فقط، هناك الأزمة مع الأورومو والأزمة العفرية الصومالية وغيرها من يعني أزمات السياسية الداخلية. برأيك يعني هل يمكن إنشاء مؤتمر شامل على غرار مؤتمر جوبا الذي شاهده السودان بعد تأسيس المؤتمر السيادي؟ كيف يمكن الخروج من هذه الأزمات الأثيوبية؟ هناك يعني في الحقيقة يعني مشهد أزمة تيغراي ربما يكون هي النافذة الكبيرة التي ينظر من خلالها معظم القراء والمحللين وحتى الباحثين عن الحلول يعني. لكن كما أشرت يعني الموضوع يحتاج إلى نظرة عامة وكلية، وبالنسبة لوجهة النظر الرسمية هنا يعني لديهم خارطة الطريق تتمثل في أنه يجب أن يكون أي حل للأزمة أو للمسألة في الإطار الدستوري، والإطار الدستوري بالنسبة للحكومة هنا يعني تم يعني إجراء الانتخابات وعليه يتوقع تكوين حكومة في سبتمبر المقبل، وهذه الحكومة طبعا يعني بقيادة رئيس الوزراء لأنه هو حزب الازدهار الحاكم هو الذي أعلن فائزا في هذه الانتخابات، وحسب وجهة نظر الحكومة وأيضا من خلال البيان الذي صدر أمس من وزارة الخارجية الحكومة ستقوم بإشراك بعض أطراف المعارضة. لم نعرف حتى الآن يعني هل سيتم إشراك أطراف المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات أم تلك التي شاركت في الانتخابات ولم تجد على 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 يعني نتائج يعني حسب ما تم الإعلان عنه. يعني رغم عدم هذا الوضوح لكن إلا أن الخريطة السياسية بالنسبة للحكومة تعتمد على المسار الذي رسمته وهو يعني تكوين حكومة وإشراك بعض أطراف المعارضة ثم القيام بحوار سياسي
حسب الترتيبات التي يمكن الاتفاق عليها مع الحكومه وبين الاطراف التي تشارك. طيب. هناك مسار اخر ربما تطالب به الجهات المعارضه ويمكن ان نناقشه يعني اذا سمحت. طيب واضح نور الدين، ابقى معي لمزيد من التفصيل. اعود لمعاويه. معاويه، لعلنا نتحدث الان عن طبيعه المبادره السودانيه. المبادره السودانيه هي معروف ان السودان حاليا في موقع الحالي رغم الازمات بيلعب الدور الاقليمي بالنسبه للدول العربيه بالنسبه للاتحادين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي. والمبادره بترمي الاصلاح الداخلي، المصالح الداخليه السودانيه وانهاء الصراع الداخلي بين بعض الاقاليم. السودان من الدول اللي تاثرت جدا بالموجات بتاعت النزوح واللجوء بسبب الحرب الدائره في الاقليم، بالاضافه لانه كان مشغول جدا بحربه مع الجيش او حرب المناوشات اللي بتحصل كل مره ما بين الجيش السوداني وما بين الميليشيات والجيش الاسود. بالنسبه للمبادره هي امر طبيعي من منطلق ان السودان هو رئيس الحالي لدوره الايجاد. والمعروف انه في تلك الاتحادات وفي تلك الكيانات تقوم برأب الصدع وبالعمل على استغلال المناطق والعمل على التنميه والعمل على كل ما يفقد القاره الهدوء بتاعه ويعيده الى الحرب. فالحالي الوضع الحالي يحتاج مصالحه سياسيه شامله اول في اثيوبيا، وهذا ما تدعو له المبادره السودانيه ومبادره حمدوك. وبالاضافه لان المشكله الحاليه في مخاطبه القضايا الانسانيه العاجله، بعض القوميات في اثيوبيا تتعرض للانتهاك حسب تقارير، بعضهم يتعرضون للنزوح، اتهامات كثيره بانتهاكات بتحصل. فالامر يحتاج لتدخل من المشترك ان الدول الافريقيه وممثل الاتحادات والكيانات تدعى لانه تحل الازمه. الحل لما يكون افريقي بنفس الغرض بيختلف من يكون في تدخل من دول ثانيه، هذه حاجه كويسه جدا يعني. اعتقد ان المبادره بتحتاج لبعض الضمانات من بعض الجهات، بيحتاج لمرونه من الجانب الاثيوبي، يحتاج لتفهم انه هل السودان بيتعامل مع المبادره كرئيس لدوله الايجاد ام هو بيتعامل كالدوله السودانيه. لازم يكون في فصل ما بين الصراع السوداني المصري الاثيوبي، ما بين الصراع الاثيوبي اللي هو بصدد حاليا الدوله بتاعت الايجاد. يمكن انه يكون في علاج للازمه دي اذا حصل ضغط من الاتحادات الاوروبيه والاتحاد الافريقي على الجانب الاثيوبي، وممكن السودان يعمل خطوه استباقيه على اساس انه يعزز من الثقه، يمكن يسند الدور ده لاي من رؤساء الدول الثانيه عشان يقوم بالدور ده بعيدا عن المصالح اللي هي بتفتكر انه اثيوبيا بتفتكر انه الدول السودان هو بيتعامل ما في طريقه نتعامل معه لانه في عدم ثقه طيب وعدم واضح معاوية. إن سمحت لي بالعودة إلى عنوان الحلقة، يعني زيارة الوفد الإريتري للخرطوم قبل عدة أيام، متمثل في وزير الخارجية ومستشار السياسي للرئيس إسياس أفورقي، هو تعبير عن رفض إريتري أو تحفظ أيضا على المبادرة السودانية. يعني ما هي أسس هذا الرفض الإريتري وتخوفهم من المبادرة نحو الأزمة الأثيوبية؟ اريتريا واثيوبيا واضح انه في تقارب ما بين الحكومه الاريتريه والحكومه الاثيوبيه، وفي تواجد معروف لاريتريا داخل الازمه الاثيوبيه. الحاجه دي نبهت بها الدول الثانيه، وكان في انكار لها من قبل الحكومه الاريتريه بعد الضغوطات، بعد تقارير قدمت، تم الاعتراف بانه في وجود اثيوبي داخل وجود اريتري داخل اثيوبيا. الأزمة الحالية بالنسبة لإريتريا، إريتريا دائرة تكون في وضع وجود الإريتري داخل إثيوبيا بالنسبة لها مكسب. هي بتفتكر إنه في حين إنه هو في العكس، لكن الواضح إنه إريتريا عندها بعض التدخلات سواء كان في السودان سواء كان في بعض
الدول الاخرى مثل اثيوبيا. طيب نور الدين، يعني الموقف الاريتري لا يمكن فصله ايضا من الموقف الرسمي الاثيوبي. برايك اريتريا يعني ليست اكثر الاطراف حرصا على تحقيق المصالحه الاثيوبيه، كيف يمكن تحييد دور الاريتري دون يعني الاضرار بالمصالح الاثيوبيه؟ يعني الاطراف يعني الاريتريا والاثيوبيه فعلا يعني ترى انها مستهدفه من ما يحصل او من الحرب او الدفاعات التي تقوم بها جبهه تحرير تيغراي، وايضا يعني مساله وجود القوات الاريتريه في اثيوبيا مساله تمت مناقشتها وهي اصبح يعني شيء من الامر الواقع، ورغم يعني الانسحاب الذي حدث هنا وهناك، لكن يعني في النهايه يعني اتحاد الاجنده او الاريتريه الاثيوبيه واتحاد العلاقه بينهما هذه مساله، والمصالح في الحقيقه في هذه المرحله هذه مساله مفروغ منها. لذلك انا اعتقد يعني تحييد اريتريا في هذه المرحله هو امر مستبعد تماما. وفي الحقيقه يعني ما سعت اليه او ما سعى اليه الاتحاد الاوروبي هو محاوله الفصل بين يعني او ان تنأى اثيوبيا بنفسها عن ما تقوم به اريتريا في المنطقه. هذا ايضا كان جزء من الضغط الموجود من الاتحاد الاوروبي وامريكا على اثيوبيا. ولذلك انا اعتقد في النهايه يعني موضوع يعني قد تكون حتى مساله اريتريا جزء من النظره الشامله التي يمكن ان حصل حل معين او ترتيبات معينه في اثيوبيا او حصل تغييرات معينه في اثيوبيا، في النهاية أعتقد طال الزمن أو قصر ستنال الوضع الإريتري. كما أنه يعني في هذه المرحلة لا يمكن تحييد الدور الإريتري، فأعتقد إن حصل نوع من الترتيبات المعينة في أثيوبيا لا يمكن لإريتري أن تكون بمنأى من تلك الترتيبات أو التغييرات كيفما تأتي. لذلك أعتقد الجانب الإريتري أيضا يسعى أن تكون هذه الترتيبات في إطار المصلحة التي هو يتصورها، وفي هذا الإطار تأتي زيارة الوفد الإريتري إلى السودان ربما يعني لإبداء تحفظه أو ربما لمحاولة جعل الموقف السوداني والتحركات السودانية في الإطار الذي يمكن أن يدعم نظرة أثيوبيا الرسمية أو نظرة الحكومة في إريتريا. فلذلك يعني المسألة مترابطة بشكل كبير جدا، وما يمكن أن ينتج عنه الوضع في أثيوبيا في النهاية سيكون له تداعيات غير بسيطة في أثيوبيا. طيب نور الدين، أيضا يعني لا يمكن إغفال أن وزارة الخارجية الأثيوبية ذكرت يوم أمس أن الحكومة الاتحادية قد تضطر يعني للدفع بكل قدراتها الدفاعية والهجومية في حال فشل مبادرتها لتحقيق السلام والعملية الإنسانية في إقليم تيغراي. برأيك إقليم تيغراي الآن يعني بدفع قواته نحو إقليم العفر في أثيوبيا هو تصعيد يعني لا يمكن معه تبرير المبادرة سواء كان سودانية أو غيرها؟ هو فعلا يعني إقليم تيغراي يعني توغل داخل إقليم عفر فعلا، وايضا ليس هذا فقط يعني توغله ايضا داخل اقليم امهر المجاور ايضا من جهه الشمال الشرقي ايضا واضحه، ووصوله الى منطقه لالبلا ايضا يعني كان هي اخر الاخبار التي وصلت الينا. اعتقد هم يعني في يعني لو نظرنا ايضا يعني في الموضوع في هذه الزاويه من خلال تصريح يعني مديرة التنمية إدارة التنمية الأمريكية والمساعدات الأمريكية عندما طالبت الطرفين يعني طالبت قوات إقليم أمهر الخروج من منطقة غرب تيغراي، وطالبت أيضا في نفس الوقت جبهة تحرير تيغراي الخروج من إقليم عفر وخروج أيضا من منطقة أمهر التي توغلوا فيها. فهذا يعني هنا فهمت يعني العديد من الاطراف
ان هناك نوع من الربط بين الـ بين الـ الـ يعني التواجد الامهري في تلك المنطقه في غرب تيغراي وتواجد التيغراوي في هذه المنطقه، وكانه نوع من يعني المقايضه يعني بين التواجدين وبين الخروجين، هو واحد يخرج من هنا والاخر يخرج من هناك. اثيوبيا رسميا تفهم هذا الموضوع بكامله في انه يعني يجب على المجتمع الدولي ان يدفع جبهه تيغراي الى القبول بوقف اطلاق النار الاحادي الجانب الذي اعلنته اثيوبيا، والجبهه ايضا يعني ترفض ذلك ما لم يتم اخراج جميع القوات الموجوده في اقليم تيغراي. واعتقد يعني ان لم يحصل نوع من الاختراق الحقيقي على جانب المفاوضات او الجانب الاتصالات التي تجري خلف الكواليس، ان لم يحصل هذا الاختراق فربما تضطر الحكومه الاثيوبيه ايضا ان تلعب يعني ورقه مهمه قد تكون ادخرتها للحظه الصعبه. واعتقد يعني الاتجاه بهذا بهذا المنح ايضا ربما يؤدي الى عسكره المجتمع بكامله، وهذه هي النتيجه التي نخاف منها جميعا. طيب نور الدين ابقى معي والاستاذ معاوي ايضا من الخرطوم، فاصل نعود لكم بعده فانتظرونا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات، نتناول في ملف اليوم موقف أسمرة من المبادرة السودانية للسلام في أثيوبيا. معي كل من الأستاذ نور الدين عبده من الخرطوم والأستاذ معاوية عبد الرازق من أديس أبابا والأستاذ عبد الرازق معاوية عبد الرازق من الخرطوم. طيب معاوية، لعلي أنتقل معك إلى تقدير الموقف المصري المحتمل من المبادرة السودانية. يعني الموقف المصري عموما النظام المصري يتمتع بعلاقة جيدة مع الشق العسكري في الحكومة السودانية، بينما يعني لا يتمتع بمثل تلك العلاقة مع الشق السياسي. هذه المبادرة هي باسم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كيف برأيك ربما يكون الموقف المصري من هذه المبادرة؟ أعتقد أن أي مبادرة تقارب تدعو للتقارب ما بين السودان وأثيوبيا لا تريدها مصر، باعتبار انه العلاقه بين اثيوبيا والسودان كانت جيده، واثيوبيا كان لها دور كبير في السلام في السودان، وحتى الانتقال السلس الاخير ما يتعلق بالفتره الانتقاليه والمفاوضات الاخيره بين الشق العسكري والشق المدني. وبالتالي مصلحه الظاهره في عدم التقارب، وباعتبار ان السودان حاليا متصدر المشهد في الصراع المتعلق بسد النهضة، وبالتالي أي تقارب يعني أن السودان سيغير موقفه أو سيراجع بعض التفاصيل المتعلقة بسد النهضة. وما يريح مصر في ذلك أن السودان هو متصدر المشهد وتقوم بما تريده عن خلال السودان، والاتساق بين الموقف السوداني المصري فيما يتعلق بسد النهضة هو جراء بعض مثل ما ذكر التقارب العسكري بين السودان ومصر. وبالنسبه للشق المدني حاليا التعامل باي شكل كان مع اثيوبيا، سواء كان عن طريق الايجاد او عن طريق اي مبادرات، ستعتقد مصر ان قضيه سد النهضه سيحدث فيها تحول بشكل مباشر، وبالتالي تخشى تغيير موقف السودان في اتجاه سد النهضة. طيب معاوية، ألا يخاطر السودان بمثل هذه المبادرة يعني بأنه يفقد الدعم المصري من أزمة سد النهضة؟ لا أسمعك جيدا. يعني أقول أن الموقف الرسمي السوداني ألا يخاطر بعلاقته مع مصر وفقد الدعم الرسمي العسكري والرسمي المصري في ملف أزمة سد النهضة مع أثيوبيا؟
مصر تفرز جيدا ما بين الحكومة السودانية، الشق المدني والشق العسكري. كل ما تريده مصر تمرره عبر المكون العسكري في السودان، وبالتالي يمكن أن يحدث، هي ترى أن الجانب العسكري يمكن أن يحدث ضغط على الموقف الإثيوبي. ولكن المعروف أن الحكومة السودانية متصلة موقفها سواء كان عسكريا أو سواء كان الشق المدني. ولكن كما ذكرت مصر تعلم جيدا، هي تخاف من التقارب السوداني الإثيوبي، ولكن تعلم جيدا أو بالبلدي نقول إنها ما يبدأ من الجانب العسكري. طيب معاوية، هناك يعني دائما ادعاء أثيوبي وإن لم يكن على المستوى الرسمي بأن مصر والسودان يعني يدعمان التمرد كما تسميها أثيوبيا في شمالها في إقليم تيغراي، وبأنها تدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. يعني هذا الدعم أيضا يعني ربما يغضب الحكومة الإريترية وبالتالي تزيد من الضغط على السودان في شرقه. كل هذه يعني التداخلات برأيك يعني أين يمكن الحل الأمثل لشعوب المنطقة؟ لا اعتقد ان السودان يدعم المعارضه الاثيوبيه باعتبار انه اي خلاف في اثيوبيا تسلط الاعياد على السودان بشكل مباشر، سواء كان في التدفقات بتاعت اللاجئين، سواء كان في التوترات الحدوديه، العلاقه بين البلدين بصوره عامه. طيب واضح، ابقى معي معاويه. نور الدين، برايك الموقف المصري هو موقف هام جدا في الازمه الاثيوبيه، سواء فيما يخص الازمه مع السودان في ملف الفشقه او ازمه سد النهضه، وكذلك الازمه النافذه كما سميتها الاساسيه في الازمه الاثيوبيه في اقليم تيغراي. يعني هل برايك هل يمكن ان تمرر مصر مثل هذه المبادرات؟ يعني اعتقد ان الموقف المصري على الاقل في المستوى الرسمي ويعني حتى على مستوى النخب البارزه هو تجد فيه نوع من النأي بالنفس عن ما يدور من مشاكل داخليه في اثيوبيا، لانه يعني هناك اتهامات يعني قديمه ومتجدده من اثيوبيا عموما نحو مصر بسبب تدخلات ان كان في مراحل تاريخيه سابقه في 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 ازمات اثيوبيا، من بينها قضيه استقلال اريتريا عموما. نعم. والان ايضا يعني مع الاتهامات المتكرره من سعي مصري او اقليمي معين التدخل في الشأن الأثيوبي عبر تحريك بعض المعارضين هنا وهناك، لذلك يعني في نوع من النأي بالنفس يعني على الأقل على المستوى الرسمي والنخبوي البارز. لكن هذا لا يعني أن تبقى مصر يعني مكتوفة اليدين أو تبقى متفرجة فقط، أكيد يعني تحاول أن تكون الأمور في الاتجاه الذي يمكن يخدم مصالحها مثلها مثل أي دولة إقليمية في هذه المنطقة، ستحاول أن تجعل الأمور في الاتجاه أو تكون قريبة على الأقل مطلعة يعني فيما يجري. في النهاية مصر يعني لا تريد أن تفقد السودان، وأنا أعتقد يعني المرحلة الحالية هو حاجة مصر للسودان هي أكثر من حاجة السودان لمصر. فمصر في الحقيقة يعني تريد أن تحتفظ بموقف سوداني يحفظ لها الزخم الذي تريده في مسألة سد النهضة. لذلك يعني إن كان كتب للسودان أن يكون لاعبا فاعلا في حل أزمة أثيوبيا، فأعتقد مصر ستدعمه، ومن خلال ذلك ستحاول أن يكون لها نافذة واطلاع واضح على مجريات الأمور الدبلوماسية والاتصالات والمفاوضات التي يمكن تجري في أثيوبيا. ولا أعتقد أن مصر يعني ستسعى في اتجاه عرقلة أي مبادرة للسودان إن تحقق فعلا للسودان أن يلعب دور واضح. ولكن يعني الذي انا اشك فيه انه هل فعلا يعني الوضع العام للسودان وكما ذكرت ايضا الحكومه الاثيوبيه عدم الثقه الموجوده بين اثيوبيا والسودان
هل يسمح للسودان فعلا بان يلعب دور واضح ودور يعني مؤثر؟ اعتقد انا يعني كما سبق وان ذكرت قد تكون ناخذه السودان ومحاوله السودان قنوات البحث في امكانيات يعني الحل السياسي في اثيوبيا، ولكن ليس هي النافذه النهائيه او ليس هي القناه الاساسيه التي يمكن ان يمر بها الحل. طيب نور الدين، مع اعلان اديس ابابا نجاح الملء الثاني لسد النهضه، هل ذلك برايك وايضا يعني موسم امطار يعني لم يؤثر كثيرا على تدفق منسوب المياه نحو السودان ومصر، برايك هل يمكن ان يهدئ هذا الامر من المخاوف المصريه وبالتالي يعني يقل الضغط الاقليمي على اثيوبيا في ازماتها الداخليه؟ هو فعلا يعني على الاقل يعني مرحلة التعبئة كانت فعلا مرحلة تجاذبات صعبة بين الأطراف الثلاثة، وكانت يعني تبادل التصريحات الإعلامية وكانت يعني كبيرة، ونلاحظ الآن يعني بعد أن تمت التعبئة الثانية بطريقة أو بأخرى هناك هدوء عام على الجبهات الدبلوماسية والإعلامية. هذا الهدوء يعني أنا أفهمه في اتجاهين. الاتجاه الأول كما ذكرت وأنت يعني أن التعبئة الثانية انتهت ولم يحصل أي ضرر، بل هناك يعني فيضانات حقيقية كبيرة والسودان يتأثر منها، ووصلت لدرجة أنه كان يعني أطراف السودان كان تأمل لو أن التعبئة تمت بشكل أكبر حتى يحفظ عن هذا الكم الهائل من المياه. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أعتقد أيضا المرحلة هذه يعني انشغال أثيوبيا أيضا بترتيباتها السياسية، إن كان يعني على مستوى رغبة الحكومة في تكوين حكومة جديدة في سبتمبر القادم، وأيضا انشغالها وانشغال الدبلوماسي بمسألة يعني إقليم تيغراي. كل هذا يجعل من أثيوبيا في هذه المرحلة ليست متحمسة في أن تدخل في 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 يعني مفاوضات كبيرة على مستوى سد النهضة. لذلك أعتقد مسألة سد النهضة في هذه المرحلة نوعا ما هادئة، ولا أعتقد أنها ستعود إلى الواجهة بشكل كبير على الأقل خلال فترة شهر من الآن. طيب معاوية، نعود إلى الدور الإريتري المحتمل في مثل هذه التسويات. زيارة المستشار السياسي ماني قبر أبو ووزير الخارجية عثمان صالح إلى الخرطوم اكتفيا بلقاء رئيس الوزراء أبي أحمد ولم يلتقيا بالشق العسكري المتمثل في البرهان وحميتي. برأيك يعني ما هو المخاطر المحتملة من الجار الغربي للسودان الشرقي للسودان؟ المعروف أن لإريتريا أدوار كبيرة فيما يحدث في بعض الصراعات في مناطق المنطقة. تواجد المستشار مع حمدوك دونا الملوث مع الشق العسكري يوضح أن إريتريا تريد حلا سياسيا ولا تريد تدخل عسكري أو حلا عسكريا، باعتبار أن الحل السياسي يكون مع مصالحها بشكل أكبر من الحل العسكري، خاصة أن لها تواجد عسكري في إثيوبيا، وبالتالي أي جلوس مع الجانب العسكري يعني منحه الضوء الأخضر في التدخل في الأزمة، وبالتالي يعتقد الرئيس الإريتري إنه أي تدخل سياسي يمكن أن يمرره حسب مصلحته وحسب ما يريده وحسب الاتجاه الذي يتسق مع رؤيته ومع كل ما مع مصالحه المشتركة بما فيها المصالح الموجودة مع رئيس الوزراء الأثيوبي. نعم اسمعني معاوية. طيب نور الدين أعود لك فيما يخص الشأن الداخلي الأثيوبي، يعني هناك حراك خاصة في على مستوى الأورومي. رأينا أن رئيس أو حزب مؤتمر الأورومي الفيدرالي البروفيسور مرارة جودينا وأيضا السيد حسين خضير توجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجالية الأورومية،
كذلك هناك يعني حراك داخلي على مستوى قيادات المعارضة الأرومية في الداخل الأثيوبي، مطالبات بتحرير السجناء السياسيين وأيضا الإفراج عن التحفظ المضروب على وزير الدفاع الأثيوبي السابق سيد المقرسة. برأيك يعني دون حل الملف الأرومي هل يمكن حل حالة باقي الإشكالات الأثيوبية خاصة المشكلة في تيغراي؟ في الحقيقة الآن يعني هناك شعور عام في أثيوبيا ويعني من أن الوضع يحتاج إلى توافق وطني عام، يعني قد يكون هذا التوافق الوطني فيه أجزاء واضحة وفيه قطاعات سياسية واضحة وشرائح كبيرة، قد يكون الأورومو جزء أساسي فيها، ثم مسألة تيغراي والطرف الآخر أيضا. يعني هناك يعني بالحقيقة يعني أعتقد أن الأجواء بدأت تنضج للوصول أو للاقتناع للوصول إلى قناعة عامة لدى الجميع بأنه يعني ما لم يحصل توافق سياسي وحل للأزمة سياسيا قد تتجه البلد إلى اتجاهات لا يحمد عقباها. يعني لذلك يعني هناك تحركات صحيح يعني من جانب القيادات السياسية الأورومية التي عارضت الانتخابات والتي رفضت المشاركة فيها والتي جزء من قياداتها موجود في السجون. هناك أيضا يعني كلام ومعلومات عن بعض تحركات حتى داخل بعض الأطراف التي تعتبر هي يعني مساندة للجهات الحكومية، فيه نوع من الحراك السياسي. وأعتقد يعني من هنا وحتى يعني فترة تكوين الحكومة في شهر سبتمبر المقبل أعتقد ستتضح الرؤية بشكل كبير، وفي هذا الإطار تأتي هذه التحركات التي يقوم بها الآن رئيس حزب الفيدراليين الأورميين أو مؤتمر الفيدراليين الأورمو مرار أبو دينا إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي أيضا كما ذكرت المصادر بالاتحاد الأوروبي، وستكون له بعض اللقاءات أعتقد يعني في الخارجية الأمريكية، وكلها تصب في إطار أنه يعني يجب النظر في المسألة بشكل كامل وبشكل متكامل، وليس فقط كما قلت من نافذة الصراع في تيغراي. قد يكون الصراع في تيغراي له جوانب إنسانية هي التي أبرزته وله جوانب عسكرية، ولكن الآن المشكل أصبح عاما، وهذا المشكل يجب أن تكون له حلول عامة، ولا يمكن فقط يعني القيام بحلول مجزأة، وهذا الذي تصب عليه جميع الجهود. طيب نور الدين، زيارة غودينا سيد مرارة غودينا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لها رمزية عالية، حيث أن الأمريكيين ضغطوا كثيرا على الحكومة المركزية في أديس أبابا على أبي أحمد من أجل إيقاف العملية العسكرية في تيغراي، لكن الآن يعني هم تقريبا يعني لا يوجد حراك أمريكي ملحوظ لاحتواء الأزمة التي يعني استفحلت في أثيوبيا، في العفر، في تيغراي، في أوروميا، وفي أيضا إقليم الصومالي الآن وأمحرة كذلك. يعني برأيك ما الذي يريده الأمريكيين من أثيوبيا؟ هو فعلا يعني ما الذي يريده الأمريكيون من أثيوبيا؟ طبعا جزء من هذه الأزمة أو أزمة العلاقات مثلا بين الغرب وأمريكا عموما يعود في جزء منه إلى المرحلة الذي بدأت تأخذه أثيوبيا أيضا في رغبتها في إعادة التموضع الإقليمي. يعني هناك مشكلة العلاقات مع الصين ومشكلة ومسألة يعني رغبة أثيوبيا في الجنوح نوعا ما بعلاقاتها خارج الأطر التي تريدها يعني أمريكا والغرب عموما. لكن بغض النظر عن هذا الجانب في هذه المرحلة وفي هذه المناقشة على الأقل، أعتقد أيضا يعني الأمريكان يرون أن الساحة الأثيوبية لا تستطيع أن تمشي أو تتحرك
بشكل اكثر سلاسه ان لم يكن هناك نوع من التوافق بين الفرقاء السياسيين عموما في اثيوبيا او بين المكونات الاساسيه في اثيوبيا. يعني في اثيوبيا هناك في الحقيقه يعني حتى تكون نوعا ما يعني صوره واضحه للمشاهد، الاشكال الاساسي هو يدور حول رغبه في خلق دوله نوعا ما يعني تكون قويه مركزيا، واطراف اخرى ايضا ترى ان يجب ان يكون للاقاليم صوت اكبر. يعني ف يعني ربما امريكا تميل اكثر الى الجانب الاخر، الجانب الذي يعني لانه الامريكان ساهموا بشكل او باخر في صناعه الدستور الحالي في اثيوبيا وفي صناعه الترتيبات السياسيه التي انتهت يعني منذ عام 1991 وانتهت بخروج جبهه تحرير تيغراي من المشهد السياسي في 2018. فهم يرون ان هذه الصوره هي الامثل لاثيوبيا، وهناك اطراف في اثيوبيا ترى ان الامثل لها ان تكون الدوله اكثر مركزيه واكثر قوه في 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 كبح يعني جماح الاقاليم التي يمكن تكون متفلته في بعض الاحيان. فبين هذه النظره يبقى موقف امريكا يعني احيانا ضاغط في اتجاه معين، وبعض القوى الوطنيه او التي تصف نفسها بالوطنيه في اثيوبيا والتي ترى ان الاتجاه الوطني يجب ان ياخذ مساره ترفض هذا المسار. اعتقد يعني هنا يكمن موضوع الخلاف بين امريكا والطبقه السياسيه الحاكمه في اثيوبيا. طيب شكرا لك نور الدين، هكذا وصلنا الى نهايه حلقة اليوم. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وأشكر ضيفي الأستاذ نور الدين عبدة محرر موقع ناليتيك في أديس أبابا، ومن الخرطوم الأستاذ معاوية عبد الرازق محرر في شبكة القرن الأفريقي للإعلام، وكما أشكر فريق البرنامج على رأسهم مخرجنا الأستاذ ياسين، وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله.